السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن يبعد عنا هذا الوباء وأن يحفظنا. أجدد الترحيب بكم أحبائي في سلسلة الدروس عن بعد مكون كتابة. للإشارة، أحبذ أن تشتروا دفترا وتنجزون فيه التمارين المتعلقة بهذا المكون حتى يكون العمل منظم. سأقرأ النص عليكم، تابعوا معي وانتبهوا. سميرة طالبة مجتهدة تسكن في قرية صغيرة، كانت تحب أهل قريتها وخاصة الأطفال، وعندما كبرت سافرت لتدرس طب الأطفال، وبعد أن أنهت دراستها عادت إلى القرية لتساعد أهل قريتها. في أول أيام عملها زارت سميرة مدرسة القرية وتحدثت إلى الأطفال عن النظافة وأهميتها في المحافظة على صحتهم. فرح الأطفال من حديثها وقدموا لها بطاقات شكر، وعادوا إلى أهلهم يحدثونهم عن أهمية النظافة. الآن سوف تقومون بإعادة قراءة النص مجدداً وتنقلونه على الدفتر. لا تنسوا تقنيات الكتابة، اجلسوا جيداً، امسكوا القلم جيداً، واحترموا مقاييس الحروف. أعانكم الله وبالتوفيق، دمتم في رعاية الله.